السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في قناة تلمح القمر. آسف جدا على تأخري على إضافة الفيديو لأني أنا مريض يعني منذ كنت صغير، والله يشافينا ويشافي جميع المسلمين أجمعين. هذا ابتلاء من عند ربنا والحمد لله. على كل حال إن شاء الله يعني كما ترون سوف أقوم بإضافة مود الفيزيك، يعني هذا مود فيزيك يمكنك أن ترى الشاحنة يعني رجعت يعني واقعية في اللعبة جدا، ومراجعة المود إذا فتحوا في مكان المودات كما ترون معي هنا، يعني ديكومنت وروترك المودات مجلد المودات. نذهب الآن إلى اللعبة، نقوم بإضافة المود. عندما ندخل إلى مود مانجر أو ندخل إلى المود مانجر، نكتب هنا اسم المود رياليستيك فيزيك، نقوم بإضافته، نقوم بالضغط على كونفيرم. الآن يعني كما ترون معي سوف نعمل يعني شغل المحرك. شوف يعني مثل أنك عندك يعني شاحنة في الواقع. يعني هذا الفيزيك يعني جميل جدا. مثلا سوف نجرب نطلع يعني في الكونفوار تنسوا الاشتراك ودمتم سالمين، والتزموا بيتكم وإن شاء الله يكون خير، وإن شاء الله يمشي هذا الوباء ويرفع الله علينا هذا الوباء، وإن شاء الله يكون خير. وإلى اللقاء جميعا. آسف جدا لأنه عندي الميكروفون سيء.